مستمرين ك ماشي كابتن. ايوه معاك كابتن، معاك يا كابتن خالد، معاك. طب قول لي بس كابتن ياسر عايزين نساله. معانا كابتن ياسر صلاح. كابتن تمام. خالد النهارده بنرحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي. برحب بيه كابتن ياسر. قول لي النهارده تحيات طبعا كابتن خالد العوضي، قول له النهارده كابتن حمد الصافي وحضرتك قلت ايه النهارده لاعبات النادي الاهلي، توجهاتكم النهارده كانت لاعبات النادي الاهلي ايه؟ طبعا الحمد لله، وطبعا تحياتي للكابتن خالد، كابتن خالد العوضي وكل والنجوم اللي معاه في الاستوديو. طبعا النهارده كان ماتش جامد جدا مع فريق الترنيم الكيني، واحنا طبعا حاولنا ان احنا ونظبط اللعيبه، ان احنا نظبط استقبالنا ونقوي ارسالنا، والحمد لله هم يعني مشوا كل الامور كويس الحمد لله. مواجهه فريق قرطاج اكيد هتكون مواجهه اكثر من قويه، شايفها ازاي؟ هتعدوا ليها ازاي؟ لا طبعا فريق قرطاج فريق طبعا قوي جدا، منظم على من الناحيه الهجوميه ومن ناحيه الاستقبال طبعا والدفاع، واحنا طبعا قابلنا السنه اللي فاتت في النهائي برضه الافريقيه. طبعا احنا ان شاء الله لسه هنشتغل عليه ان شاء الله، وان شاء الله النهارده بامر الله وربنا يوفق بامر الله. طمنا لو في اي سؤال حضرتك حابب توجهه للكابتن ياسر صلاح تفضل. طمنا على الاصابات، واهم نقطه هيقولوا لفريق النادي الاهلي ايه قبل مقابله قرطاج، هيقولوا لهم ايه على المباراه الفاينل بالظبط، واهم النقاط اللي هيتكوا عليها معاه. بنقل لك كابتن خالد تحياته طبعا. ايه اهم حاجه هتوجهوها النهارده للاعبات النادي الاهلي، وايه التحضيرات اللي هتكون موجوده النهارده قبل المواجهه المرتقبه دي؟ طبعا احنا وان شاء الله النهارده هنقعد بالليل انا وكابتن حمدي نعمل تحليل على فريق قرطاج، هنشوف ايه نقط الضعف اللي عنده وايه نقط القوه اللي عنده، وان شاء الله هنحاول نشغل ان شاء الله من بكره بامر الله. طبعا نقط الضعف اللي احنا طبعا عارفينها عن فريق قرطاج، طبعا هم عندهم في لعيبه طبعا جايه من تقريبا من البرازيل تقريبا او تقريبا من روسيا، طبعا هي لعيبه مميزه جدا هنشغل بامر الله عليها، وعندهم واحده ثانيه فرده تنات شغل هي برضو خبره كبيره، يعني في كده شغل ان شاء الله هنبتدي نشغل على فريق قرطاج بامر الله. طمنا على الاصابات النهارده لاعبات النادي الاهلي. وبصراحه كان ايه الشامي عندها شد في الخلفيه، والحمد لله بدات تبقى وكويسه. النهله عندها وجع شويه في ظهرها، والحمد لله احسن، الحمد لله والامور ماشيه كويس. اشكرك كابتن ياسر وبالتوفيق ان شاء الله في النهائي. كابتن خالد وبالكل والاستوديو اللي معاه. اداء اكثر من رائع، تغطيتنا متواصله الحصريه النهارده لمباراه النادي الاهلي الاكثر من رائع. برحب بيك النهارده وسهيله كمان اتفضلي. برحب بيهم النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي. نبتدي من عندك رنا. رنا روح قتاليه النهارده، قوه، اداء في الملعب، اداء ولا احلى ولا اروع. تعليقك النهارده على نتيجه اللقاء والماتش. الاول بس حابب اشكر كابتن خالد العوضي وضيوفنا طبعا اللي موجودين معايا، كابتن يسرى وكابتن منى وكابتن ساره. الحمد لله النهارده طبعا المباراه ما كانتش سهله خالص، صحيح انه كانت فريق طبعا الانابيب فريق قوي جدا ومن المنافسين في البطوله، بس احنا كان هدفنا ان احنا نحافظ على اللقب، وده اللي احنا الحمد لله قادرين نعمله لغايه دلوقتي. المباراه فعلا ما كانتش سهله خالص، بس احنا روحنا كانت عاليه جدا من الاول، وده اللي خلانا نبقى ليدنج عليهم، والحمد لله يعني بدعمكم معانا طبعا ده اللي خلانا ان احنا نوصل الحمد لله. كعاده النادي الاهلي قفلنا ملف خلاص بايب لاين، هنركز في قرطاج. هتقولوا ايه النهارده لزمايلكم؟ هتحفزوهم ازاي؟ هتقعدوا مع بعض تقولوا ايه النهارده؟ احنا فعلا بالنسبه لنا بيكون ماتش بماتش، الحمد لله كده خلاص قفلنا على البايب لاين، وهدفنا ان شاء الله ماتش قرطاج. احنا بنحافظ بعض طبعا على طول، علشان خاطر دي بطوله مش سهله خالص، يعني هو ماتش يفوزنا ببطوله يعني تتكتب لنا طبعا في التاريخ. ان شاء الله نقدر ان احنا نحققها باذن الله البطوله دي، ونحافظ على اللقب باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله في النهائي. ان شاء الله، ميرسي لحضرتك، شكرا. ومن رنا لاحد اللاعبات المتالقات سهيله، برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. تحياتي الكابتن خالد العوضي وضيوفه في الاستوديو، تعليق على اللقاء النهارده. الاول بس احب اشكرهم كابتن خالد العوضي وضيوفهم. الماتش النهارده ما كانش سهل خالص، حتى ما كانش لعبه بس يعني كان نفسيا كمان كان صعب، كان في ضغط علينا يعني كبير ان احنا نكسب النهارده، بس عشان كان يعني ماتش صعب، الانابيب مش فرقه سهله خالص، يعني فريق محترم ويتعمل له حساب يعني كويس. جمهور النادي الاهلي قام بدور رائع معاكم النهارده بعد الشوط الثالث، أداء متذبذب في الشوط الثالث، ولكن حولتوا النتيجة في الشوط الرابع روح قتالية على أعلى مستوى، تعليق. طبعا جمهور النادي الأهلي ساهم بشكل كبير جدا إن احنا نكسب النهاردة، وإن احنا نكسب عامة الماتشات، وهيساهم بشكل أكبر إن شاء الله إن احنا نحصد البطولة بإذن الله. التوفيق في النهائي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، شكرا. مستمرين معاكم مشاهدينا ومشاهدي قناة النادي الأهلي، ومعانا النهاردة الكابتن ونهلة سامح ومريم، برحب بيكم على شاشة قناة النادي الأهلي. نبتدي النهاردة بنهلة سامح. نهلة، تعليقك النهاردة على اللقاء ده أكثر من رائع، روح بحق تليق بالنادي الأهلي، روح الفانيلا الحمراء.
الحمد لله طبعا الاول على المكسب والوصول للنهائي. طبعا مباراه يعني كان باين من اولها ان هي مباراه صعبه جدا. فريق البايب لاين يعني من اكتر الناس اللي في البطوله بعدين حصلوا على البطوله الافريقيه، ففريق طبعا ليه احترامه، في لعيبه كانوا محترفين بره ورجعوا، في لعيبه خبرات كتيره، فطبعا فريق قوي وبان كده في الماتش. الماتش كان رايح جاي بس الحمد لله قدرنا نسيطر يعني في الجيم الرابع ونخلصه الحمد لله. ابرز توجيهات وكلمات كابتن حمدي الصافي لكم بعد الشوط الثالث؟ ان احنا لازم نركز في قسمنا اكتر، كنا ابتدينا نضيع في الجيم الثالث كتير قوي، ما بقيناش نوجه على الاماكن اللي هو كان محددها لنا، فقال لنا ان احنا تاني نعيد التركيز وتوجيه الارسال. كابتن خالد لو في اي سؤال عايز توجهه للكابتن ونهله سامح تفضل. كابتن ونهله سامح اداء ولا اروع على احسن من كده، خبره عظيمه في ارض الملعب، هتقول للاعيبتها ايه النهارده بعد المباراة القوية جدا ومباراة قرطاج التونسي اللي جاي؟ ولما تخلص الإجابة كابتن يسرى عبد الكريم عايزة تسألها. تمام كابتن خالد العوضي أكيد في الاستوديو بينقل لكم تحيات وتحيات كل الضيوف النهارده في الاستوديو. هتقولي إيه بصفة الكابتن النهارده لعبات النادي الأهلي تحفزهم وتشجعهم من أجل النهائي؟ ان احنا خلاص هننسى كل الماتشات اللي فاتت دي ونبتدي دلوقتي من الوقت ده دلوقتي اول لما نوصل الفندق ان شاء الله ان احنا نفكر في ماتش قرطاج اللي جاي ان شاء الله النهائي، عشان احنا لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه، لسه ماتش قرطاج هو ان شاء الله ماتش البطوله، وان شاء الله هنبتدي من النهارده نركز في الموضوع ده ونقدر ندرسهم. كابتن يسرى عبد الكريم بتنقل لك تحياتها وعايزه تسالك سؤال كابتن خالد، بناء على طلب كابتن خالد اتفضلي يا كابتن يسرى. اتفضلي يا كابتن. الف مبروك يا نهله نجمه طول عمرك، الف مبروك يا مريم، كان ليكوا دور كبير قوي النهارده في المكسب. عايزه اعرف ازاي انت ومريم النهارده استعديتوا للمباراه وازاي قدرتوا تتوصلوا لهذا المستوى الرائع في الاستقبال وفي الدفاع عن الملعب. كابتن يسرى بتنقلك تحياتها اكيد وبتقول لك ازاي استعدتوا للمباراه النهارده، ازاي ظهرتوا بالروح القتاليه والاداء العالي ده؟ طبعا تحياتي لكابتن يسرى، انا كان ليا الشرف ان انا لعبت تحت قيادتها وهي كابتن الفريق، وتعلمت منها كتير طبعا، وتحياتي لكل اللي في الاستوديو. طبعا الماتش النهارده زي ما قلت كان صعب من الصبح، ان احنا قدرنا نلعب على يعني في التمرين ابتدينا ننفذ اللي احنا هنعمله بالليل في الماتش من ناحيه الارسال، يعني كان اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نضغط على الفرق الافريقيه بالذات بالارسال عشان يلعبوا اوت اوف سيستم، ما بيبقاش كويس قوي زي بقيه الفرق اللي هو جزائر مصر وتونس بيبقى عندهم مشكله شويه فيها، فقدرنا ان احنا يعني اتمرنا الصبح كتير وكان كل التوجيهات ان احنا نقدر نقوي الارسال عشان نوقف القوى الهجوميه بتاعتهم. اشكرك كابتن نهله وبالتوفيق ان شاء الله في النهائي. شكرا. من كابتن نهله لكابتن مريم مصطفى برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تعليقك النهارده على الروح القتاليه العاليه، اتفضل يا كابتن خالد اتفضل. طيب اولا بارك لكابتن مريم، احسن لعيبه في افريقيا، مستواها النهارده اختلف تماما عن مستوى البطوله، الروح العاليه اللي لعب بيها النهارده تقول عليها ايه؟ كابتن مريم احسن ليبرو في افريقيا النهارده كابتن خالد بينقل لك تحياته وبيقول لك المستوى الرائع اللي انت ظهرت بيه النهارده، عايزين الاسرار والكواليس المستوى الرائع اللي انت ظهرت بيه النهارده. طبعا اول حاجه ربنا يخليك كابتن خالد ودايما كده في ظهرنا وبيشجعنا، وميرسي طبعا على الاستوديو التحليل ده ورب كده على طول. والحمد لله النهارده ربنا قدر ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نحسم الماتش من اوله. طبعا كان ماتش بالنسبه لنا صعب جدا ان احنا نقابل فريق كينيا اللي هو بعدنا اكتر ناس حاملين لقب بعدنا، وكان بروحنا قتاليه، احنا امبارح مثلا مستوانا ما كانش قوي، ده كان حافز لينا يعني ما اثرش علينا، كان حافز لينا اكتر ان احنا نجيب اقصى لاعبنا النهارده، وان شاء الله يعني نقدر نجيب مستوى اعلى في النهائي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق في النهائي. شكرا ميرسي. معانا ومعاكم النهارده يعني لاعبتين متالقتين النهارده، معانا كابتن ايه الشامي وفريده العسقلاني، برحب بيكم على شاشه قناه النادي الاهلي النهارده. نبتدي ايه النهارده روح قتاليه، حمستي فرقتك النهارده، كنت اكثر من رائعه، تعليق على نتيجه المباراه واللقاء. الحمد لله طبعا المباراه دي ما كانتش سهله خالص، يمكن كل الناس كانت خايفه من فرقه الانابيب اللي احنا هنواجهها يعني في السيمي فاينل، بس احنا الحمد لله كنا نازلين من اول نقطه مركزين جدا ومركزين في السيرف بتاعنا عشان هو كان سلاحنا الاول يعني، وبعدين ركزنا في البلوك، فالحمد لله اللي احنا قدرنا نفوز يعني. بشكرك يا شكرا جزيلا وبالتوفيق في النهائي ان شاء الله. شكرا. فريده برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، فريده النهارده اداء اكثر من رائع، حائط صد، تنوع في الكرات، ببارك لك، تعليقك على اللقاء.
النهارده طبعا كان من اصعب الماتشات اللي احنا واجهناها في البطوله، بس الحمد لله ربنا كان موفقنا وعرفنا نضغط عليهم في اول شوطين. ممكن الشوط الثالث هم ابتدوا يرجعوا شويه ويلعبوا اجمد، بس الحمد لله ان احنا ربنا وفقنا الجيم الرابع وعرفنا نكسب. يعني الحمد لله كل الفرقه كانت كويسه وكلنا كنا بنلعب حلو. يعني اشكرك يا فريده وبالتوفيق. ادهم استاذنك. ادهم تمرين اعزائي المشاهدين في تغطياتنا الخاصه والخاصه جدا ليه؟ اتفضل. خلاص كابتن يسرى عبد الكريم كانت عايزه تسال لفريده عسقلاني، لكن كمل لقاءاتك، احنا مستمرين معاك، اتفضل لك الكلمه. احنا معانا اتفضل. احنا معانا دلوقتي كابتن شروق فؤاد لاعبه النادي الاهلي المتالقه صانع الالعاب، ومريم متولي لاعبه النادي الاهلي ايضا المتالقه. برحب بيكم على شاشه قناه النادي الاهلي، اداء اكثر من رائع. تحيات كابتن خالد العوضي، تحيات كل الضيوف في الاستوديو. شروق، قول لنا النهارده الاداء المبهر اللي انتوا ظهرتوا بيه ازاي، اسرار وكواليس الاداء المبهر ده. هو النهارده المباراه كانت صعبه جدا، عملنا لها حساب طبعا. فرقه الانابيب الكيني بتتميز بالبلوكات طبعا، حضرتك شايف القوه الجسمانيه بتاعتهم عامله ازاي. كان في رقم 6 ورقم 1 كنا شايفينهم يعني في طول الماتشات ان هم بيقفروا البلوك، يعني بيضربوا من فوق البلوك، فاحنا كنا عاملين حساب كويس قوي للموضوع ده. بس يعني طبعا كابتن حمدي بيدرس الفرقه طبعا قبل ما بنلعبها، وبيبقى في محاضره طبعا قبل الماتش. حفظنا نعمل ايه مع كل لعيبه. جيم يعني في اوقات بيبقى سهل والدنيا كويسه، في اوقات بتتلعبك خالص، بس الحمد لله يعني عدينا من الازمه دي صراحه. هتستعدوا ازاي للقاء قرطاج التونسي، مباراه نهائيه تكرار للسيناريو العام الماضي، ازاي هتستعدوا لها؟ اكيد برضو كابتن حمدي برضو مصور فريق كارتاج، هندرس مميزاتها وعيوبها. ان شاء الله يعني نفرحكم زي السنه اللي فاتت ان شاء الله، ويطلع ماتش سهل باذن الله. يعني اشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله في النهائي. ان شاء الله. ميرسي مريم، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، متالقه النهارده هتصدى اكثر من رائع. تحيات كابتن خالد العوضي وكل الضيوف في الاستوديو، كابتن يسرى عبد الكريم وكابتن منى عدلي وكابتن ساره طلعت. الاداء المبهر النهارده، تعليقك. طبعا الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، انا بشكرهم كلهم طبعا وبسلم عليهم في الاستوديو. الحمد لله كابتن حمدي برضو زي ما شروق قالت درس الفرقه كويس قوي، عمل لنا محاضره وعرفنا زوايا ضربهم بيضربوا ازاي، وده كان تمرين بتاعنا بتاع البلوكات ان احنا ازاي نوقفهم او على الاقل نبند منهم. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ناخد منهم بلوكات كتير، وقفناهم وعطلنا ضربهم كتير بالذات الخلفي بتاع رقم 1، والحمد لله نقدر نعمل كده برضه في ماتش كارتاج ان شاء الله. كل التوفيق في النهائي ان شاء الله، والفوز بالبطوله والنجم العاشر يكون من نصيب النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. ميرسي. شكرا مشاهدينا، دي كانت تغطيتنا من ملعب المباراه لمباراه دور نصف النهائي ما بين النادي الاهلي ونادي بايب لاين، اللي فاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 3-1. ان شاء الله التوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه النهائيه امام نادي كارتاج التونسي، وان شاء الله تكون النجم العاشره من نصيب النادي الاهلي. عوده مره اخرى للاستوديو، لك الكلمه كابتن خالد. شكرا زميلي ادهم ندى على